يمر عليه كثير حالات في الرقية، فلان فلانة توقف عندها القلب نص ساعة، 40 دقيقة، ربع ساعة، ثم رجع نبض. مثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فمات الله سبحانه وتعالى 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ فسألها الله عز وجل كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، فقال الله عز وجل بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. لم يتسنه، يعني ما تغير لا عصيرك ولا طعامك اللي تأكله، ما تغير من الشيء، مع أنه بقى 100 عام. وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، يعني أنت حياتك هذه آية للناس. فنظر إلى حماره إلا عظامه متفرقة يمين ويسار، فأرسل الله عز وجل الريح فجمع العظام، كل عظم في مكانه، ثم نبت عليها اللحم، فأرسل الله عز وجل ملك سبحانه وتعالى فنفخ في خشم الحمار فعاد الحمار حي ينهق. هذه آية من آيات الله عز وجل. وإذا كان المطر يحيي الأرض بعد موتها في القرآن، يحيي القلوب بالهداية والأجساد بالحياة بإذن الله عز وجل.